جامعة بدر، مجتمع تعليمي تدريبي متكامل حلمنا به وأبدعنا لكل من يحلم بمستقبل مبهر وغد مشرق. تأسست جامعة بدر BUC بمقتضى قرار جمهوري رقم 117 لعام 2013. بدأت الجامعة العمل في العام الدراسي 2014-2015 بافتتاح وتشغيل 5 كليات، هي كلية طب الفم والأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الصيدلة، كلية التمريض، كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية. وفي العام الدراسي 2015-2016 تم افتتاح كلية الفنون التطبيقية وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية اللغات والترجمة. وفي العام الدراسي 2017-2018 افتتحت كلية الفنون السينمائية والمسرحية. فوق هذه الأرض الطيبة شيدنا هذا الصرح العظيم. إنشاء الجامعات في مجتمعات جديدة ده شيء مهم جدا، لأنه بيعتبر نقلة حضارية ونوعية في طبيعة المجتمع المحيط، وده كان أول هدف من أهداف القائمين على إنشاء الجامعة، إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة للحصول على درجات أكاديمية عالية. وفي نفس الوقت الجامعة بتعتبر منار وبيت خبرة للمجتمع المحيط به. وضعنا في خدمة طلابنا كليات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة من حيث مجالاتها ومن حيث طرق التدريس الحديثة. كلية العلاج الطبيعي مجال يزداد انتشار وتوسعاً، وكلية تضمن للدارسين فيها كافة سبل التعليم والتدريب والنجاح في سوق العمل. كلية طب الفم والأسنان الباب مفتوح لكل من يحلم أن يتفوق في مجال طب الفم والأسنان، والذي يشهد ثورة تطوير وأصبح أهم المجالات الطبية حالياً ومستقبلاً. كلية الصيدلة صرح علمي يضم أفضل الخبرات والكوادر المتميزة في ذلك المجال، الذي اخترنا أن يكون بوابة طلابنا لاقتحام مجال الصيدلة ومستقبله في مصر والعالم. كلية التمريض هي كلية أعادت لمهنة التمريض قيمتها وأهميتها، وتفتح أبوابها لكل شخص يريد أن يضمن لنفسه التفوق في مجال قل فيه المتفوقون. كلية الهندسة والتكنولوجيا كلية تقدم لكل طالب يحلم بأن يضيف إلى علوم الهندسة والتكنولوجيا في العالم، وأن يحفر اسمه في قوائم الموهوبين والمتميزين في هذا المجال. كلية الفنون التطبيقية أحد أهم الكليات التي تضمن لخريجيها مستقبل مشرق في مجالات الكلية المختلفة. كلية الفنون السينمائية والمسرحية رسالة الثقافة والفن من جامعة بدر، وقبلة كل من يبحث لنفسه عن مسلك يصل به إلى مستقبله الناجح من خلال موهبته وحبه للفنون. كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية مؤسسة علمية تبحث عن كل الموهوبين وأصحاب الطموح في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، ليتخرجوا منها كوادر قادرة على إدارة أكبر المؤسسات. كلية اللغات والترجمة ذلك التخصص الذي أصبح العمود الفقري في كل المجالات، وأصبحت كافة المؤسسات تبحث عن خريجيه باهتمام، ولذلك وفرنا للدارسين فيه كل سبل النجاح والتفوق. هذا الصرح العظيم يعد من أهم المؤشرات في هذه المنطقة مدينة بدر. الرؤية والرسالة الخاصة بجامعة بدر كانت متميزة جدا، لأنها من أول لحظة كانت تصبو إلى أن يكون خريج جامعة بدر خريج على أعلى مستوى من التعليم والتدريب، وقادر على البحث العلمي، وقادر على أن يتفاعل مع جميع المتغيرات المجتمعية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. كان الرهان
على توفير بيئة تعليمية متكاملة ونموذجية. وفرنا كافة الإمكانات بداية من وسائل التنقل من وإلى الجامعة حرصا على راحة طلاب الجامعة، فوفرنا أفضل الأساتذة وترفع المناهج التعليمية الخاصة بالكلية على نظام التعليم الإلكتروني بالجامعة، مما يتيح للطلاب التواصل مع كل الأساتذة في أي وقت ومن أي مكان من خلال موقع إلكتروني وصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي التي يفضلها طلاب الجامعة، والشراكات بين الجامعة والجامعات الخارجية، وعلى مستوى الترفيه والرقي كانت الملاعب والمساحات الواسعة. والمسارح التي تقدم أفضل العروض الفنية وتنظيم أفضل الحفلات والصالونات التي يحضرها أبرز الشخصيات في كل مجال. تعمل دكاترة معنا والمنهج بتاعها حلو مختلف عن باقي الجامعات، وهي جامعة فتحة جديدة بس مستواها زي كأني مستويات جامعة فتحة من زمان. أنا بنصح المقدمين المخلصين ثانوية عامة واللي عايزين يقدموا في جامعة محترمة يقدموا في جامعة بدر. حرصت الجامعة على توفير كل خدمة قد يحتاج إليها الطالب من أفرع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي والمطاعم والمكتبات التي توفر أفضل وأهم الكتب لطلاب جامعة بدر بالقاهرة. كل هذه الخدمات والإمكانيات في انتظار طلاب جامعة بدر بالقاهرة BUC التي تحمل على عاتقها رسالة شخصية بنجاح كل طالب وتخريجه على أعلى مستوى من الكفاءة ليصبح قادراً على التميز والانطلاق لخدمة نفسه ومجتمعه. وفي إطار الخدمة المجتمعية تقوم جامعة بدر BUC بتقديم رعاية طبية لمواطني مدينة بدر مجاناً، كما تشارك في المبادرة الخاصة بالكشف المبكر لفيروس سي. جامعة بدر. أطلق العنان لقدراتك.